أذكر جميعنا التهديد والوعيد الذي أطلقه المسؤولون الإيرانيون بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران. المواقف الإيرانية جاءت حينها تحت عنوان الوعد الصادق 3، هذه العملية التي هددت بها طهران. ليدخل الحديث في حلقة مفرغة تحت اسم الرد على الرد، لكن مع فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية يبدو أن هناك تغييرا في موقف طهران الأخير. كشفت مصادر إيرانية لسكاي نيوز عربية عن تأجيل طهران تنفيذ ردها المنتظر وإبداء إيران استعدادها للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة. لكن في المقابل تنقل صحيفة جيروسالم بوست عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين خشيتهم من تحرك إيراني أو إسرائيلي قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. مع هذه المخاوف الإسرائيلية وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمة أمس إلى الشعب الإيراني، حذره فيها من أن أي هجوم آخر على إسرائيل من شأنه أن يشل اقتصاد طهران، مشيرا إلى أن تكلفة هجوم إيران الأخير على تل أبيب بلغت 2,300,000,000 دولار. نظام خامنئي أطلق مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل. أتساءل، هل أخبركم كم كلف هذا الهجوم؟ حسناً، أنا لا أخمن، إنه 2,300,000,000 دولار. هذا هو مقدار أموالك الثمينة التي أهدروها على هجمات عبثية. أي هجوم آخر على إسرائيل من شأنه أن يعرض الاقتصاد الإيراني للشلل بكل بساطة، وسيسرق منكم مليارات الدولارات. أعلم أنكم لا تريدون هذه الحرب، أنا والشعب الإسرائيلي لا نريد هذه الحرب. هناك قوة واحدة تعرض أسركم لخطر جسيم، طغاة طهران، وهذا هو كل شيء. أما وزير الدفاع الإسرائيلي يزرائيل كاس فكان قد أكد أن إيران معرضة أكثر من أي وقت مضى للإضرار ببرنامجها النووي، مضيفا أن المواقع النووية الإيرانية أصبحت مكشوفة بشكل أكبر من أي وقت مضى أمام الضربات الإسرائيلية. وأضاف أيضا أن تل أبيب الآن لديها فرصة لتحقيق هدفها الأهم، وهو القضاء على التهديد الوجودي لدولة إسرائيل. انضم إلينا من حيفا الوزير والنائب السابق عن حزب الليكود أيوب قراء، أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار. بداية، برأيك هل يعني تل أبيب أيضا تلمس أنه في تغيير في التعاطي الإيراني مع ملف الرد والرد المقابل بعد وصول ترامب، يعني بعد انتخاب ترامب الآن؟ هل تعتقد بأنه الشروط تغيرت الآن في المنطقة؟ ما في شك أنه انتخاب ترامب، بما أنه كان لي دور في هاي الفترة اللي كان فيها ترامب رئيس، يعني بعث موقف اللي من خلاله في هناك تحفظ من الإدارة الإيرانية الفارسية، وهذا نابع من أنه هن بيعرفوا أنه لو استمر ترامب في الحكم كان النظام الفارسي الإيراني اللي هو مشكلة الشرق الأوسط كان مش موجود اليوم. لذلك ما عندي شك يعني بانتخاب ترامب، أصبح يعني ترامب كرئيس أكثر بهمه أمن إسرائيل ومستقبل إسرائيل من الإسرائيلية لزي وزي نتنياهو. لذلك اللي بيفكر في فترة الانتخابات كان له يعني حديث بعض الأحيان كثير يعني مؤيد للسلام ومؤيد لكذا ومؤيد لكذا، هذا ليس أكثر دعاية انتخابية، واللي بيمرق انتخابات في دول ديمقراطية وأنا مرقتها كل حديثه لكسب الأصوات. ولكن اليوم ما عندي شك أنه موقف ترامب بده يكون على أساس يمنع التدخل إيراني بالمنطقة وبالشرق الأوسط، هدف أساساً اللي هو موجود طيب في كل الدول العربية. طيب الآن إذا قلنا أنه يعني إيران ممكن تكون خففت من لهجتها، أجلت ضربتها التي وعدت بها الوعد الصادق 3،
هل تتوقع أن إسرائيل ستتجاوب هنا مع هذا النهج الإيراني الجديد، أم زي ما بقول وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه لا، هذه فرصة الآن لأنه ضربنا في السابق الدفاعات الجوية الإيرانية، الآن أصبحت إيران مكشوفة، ففي وقت لحد 20 يناير لحد استلام ترامب ممكن أنه إسرائيل تنفذ فيه ضربات وتستغل هذا الملف حتى لا يلزمها ترامب ربما باتفاقيات دبلوماسية وسياسية وتفاهمات مع إيران، ممكن تضيع الفرصة على نتنياهو كما يقول يعني إسرائيل كاتس إنه هاي فرصة. سيدي العزيز، إسرائيل عندها فرصة لأول مرة، العالم العربي بحاجة إنه يتخلص من إشي اسمه إيران والنظام الفارسي، ولذلك نحن بنعرف شو مر الشعب السوري معهم، شو بمر الشعب يعني معهم، وشو بمر كل العالم العربي اليوم. لذلك استاذ ايوب، احنا بنحكي، بس احنا عم نحكي يعني ما تنسى انه كل اللي عم بيصير هو لمصلحه اسرائيليه، يعني السيد نتنياهو ما عم بيخوض حرب نيابه عن العرب، يعني عشان نكون واضحين. لا بس بدي اقول لك انه اذا بتنظر إلها بصوره غير مباشره، أنا بعرف شو بيحكوا لأني قعدت مع هاي القيادات. الموضوع الفارسي هو الموضوع الصعب واللي بده حل على حسب رأي كل الأنظمة العربية. لذلك يعني إسرائيل مش راح تلاقي وقت أليم من هاي الفترة إنه كل ما يسمى الهجومات هاي والعداوة اللي فارسية اللي هي بيستعملوا القضية الفلسطينية ضدها، يعني هاي موقف اللي ممكن تحل هاي القضية والتهديد هذا. فإذا راح النظام الإيراني أصبحت ممكن الشرق الأوسط كله بحالة سلام، بحالة إنه بلاقوا حلول للموضوع سيد الفلسطيني وبلاقوا حلول لكل شيء. يمكن 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 البعض يرى يعني العكس، يعني ينظر أو الترتيبات أولوية. بتتذكر لما كان في تهديد بضربة إسرائيلية لإيران، في دول عربية مارست ضغوط على واشنطن حتى لا يتم ضرب المنشآت النووية أو يعني حتى منشآت النفط، يعني ما كانتش الدول العربية مؤيدة 100% لهي الضربة زي ما حضرتك بتقول. أولا، ثانيا، دول العربية عندها أيضا ملف الدولة الفلسطينية. فخلينا إحنا نحكي عن العامل الأهم وهو الأمريكي. الأمريكي هنا أنه إسرائيل ونتنياهو ينظران إلى ترامب، ما بنظروا إلى الدول العربية حتى يقرروا سياستهم تجاه إيران. بالنسبة لترامب شو رأيك؟ أنا أول شيء بالنسبة للدول العربية، الحكي شيء والفعل شيء، وأنا بعرف شو عم قل لك لأني كنت قسم من هاي أيوب يعني المقابلات. نحكي عن إسرائيل وسياسة إسرائيل وشو بدها تسوي مع إيران ومع ترامب، لماذا تصر على إدخال يعني رسالة ليست صحيحة برأيي أنه عن الدول العربية وكذا؟ هذا مش موقفنا ولا عم نحكي في الموضوع هذا. واسمح لي أقول لك يعني أنه ما بنقدر نقول أنه يعني في حدا بيعرف شو بقوله وبرا وجوا، خلينا نبعد عن هاي الرسائل اللي يعني أوكي. يعني ممكن خليك سامحني أوكي. وخدني على قد الموضوع اللي بنحكي فيه أوكي. بس بدي أقول لك بالنسبة للوضع، يعني ما نحن، أنا أيدت ترامب مش سر من قبل ما انتخب مرة، وأنا محسوب من جماعته صحيح. وأنا كثير قيد له، أنا بعتقد اليوم تعييناته اللي كانوا السفير في إسرائيل مايكل هاجبي معروف صديقي، هو يعني إنه إسرائيلي أكثر من إسرائيل من أي إسرائيل، إنه مش يهودي وما رجعش اللي كان يهودي على أساس ما يكون ملاحظات في هذا الموقف. وكل القيادة الأمريكية اللي عم تتعين اليوم هي قيادات علاقتها مع إسرائيل علاقة شديدة جدا وقريبة. لذلك يعني نحن على عتبة ابواب انه ايران سوف تاخذ في عين الاعتبار انه الغرب كله مع اسرائيل، فيش حدا جنبها بالمنطقة غير الارهاب، وهذا الارهاب ما بيعطي، هي ما بهم ما يروح، ممكن تفرط فيه، ممكن تغير مواقف على اساس انه النظام الايراني يستمر في وجوده على الساحة الإيرانية والسيطرة على الشعب الإيراني اللي بأغلبية ساحقة كمان
منتظر دعم الأمريكان للتخلص من هذا. سيد أيوب، في سؤال أخير وباختصار، يعني أنت بتكلم عن يعني ترامب، أنا بسألك، صحيح هذا الكلام أنه في دعم وفي الوزراء اللي عم نسمع أنه ممكن يتعينوا في إدارة ترامب مؤيدين لإسرائيل، دولة إسرائيل، بس باختصار أنت الآن أنا بسأل أنه هل قبل أن يصل ترامب ولعدم إحراجه ممكن يكون في عمل عسكري إسرائيلي؟ هل هذا هون بدخل إدارة بايدن؟ هل إدارة بايدن لا يحسب لها حساب الآن برأيك في تل أبيب؟ حسب رأي بايدن، يعني بايدن اليوم قبل ما يخلص زي أوباما لما قبل ما خلص، بهمه يجيب نتائج للديمقراطيين قبل ما يخلص، فهو عم بيشد مع اللي حواليه اليوم انه يكون هناك صفقه في الشمال خاصه وموضوع غزه وقف، هذا عنده يعني حلم انه يشوف هذا الشيء قبل ما يخلص. اما حسب رايي اذا بيكونش هناك تراجع من كل القوات الايرانيه اللي موجوده في المنطقه هون وخاصه الارهابيه هاي، انه ورجع المخطوفين، ما في امكانيه انه نتقدم لصفقه. فإذا بتكون هناك يعني إذا بايدن بيشوف إنه في تعاون إيراني قبل ما يخرج من البيت الأبيض، فممكن إنه نوصل لصفقة. إذا بيكونش هناك موقف اللي الإيران خاصة إيران تراجعش في موقفها وبتأيد شيئا ما بايدن، ستدفع الثمن بعد دخول ترامب.